مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. السادسه الحقيقه اللي يمكن من محاسن الصدف انه مش بس اسم البرنامج لكنها المشاركه اللي بتحمل رقم 6 كمان للنادي الاهلي في كاس العالم للأندية. ساعات بسيطه جدا 48 ساعه بتفصلنا عن لحظه انطلاق مشوار الاهلي في المونديال، والحمد لله طبعا هنتابع كل اخبار نادي الاهلي النهارده واخر المستجدات في المونديال، ونطمن حضراتكم الحمد لله وان شاء الله باذن الله تعدي 48 ساعه اللي جايه على خير، الاهلي باذن الله يكون كامل العدد امام الدحيل.